السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. الكثير من البرامج التي نقوم بتنزيلها من الأب ستور تفاجئنا بوجود الإعلانات بداخلها، يعني أن الكثير من البرامج يتواجد بها إعلانات مزعجة. هذه الإعلانات قد تكون يعني تنبثق من أسفل الشاشة، وقد تكون مدتها حوالي 5 ثواني، يعني تنتظر 5 ثواني حتى تتمكن من إزالة هذا الإعلان، وبعد ذلك يظهر من جديد وتسبب لنا الكثير من العراقيل والكثير من المشاكل التي لا تساعدنا في الاستمتاع باستخدام الكثير من البرامج. فحل هذه المشكلة سهل جدا، فقط تقوم بتنزيل هذا البرنامج المجاني الذي لا يحتاج الى جيل بريك من الاب ستور. فقط تكتب اد بلوك، او سوف تجد رابط تحميله اسفل الفيديو، بعد ذلك تدخل اليه وتضغط على جيت ستارتد. الان تضغط نيكست 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 نيكست، اد بلوك از، انتظر قليلا. كما ترى ان اد بلوك از اوف. الان نضغط على انيبل اد بلوك، نضغط على اوكي اوكي جيت ات، حتى يتم تثبيت برنامج او ملف التعريف الخاص بالاداة في الاعدادات. ينتقل مباشرة الى متصفح سفاري، تنتظر قليلا. اذا كما ترى الان ينتقل مباشرة الى الاعدادات، تضغط على تثبيت، تدخل رمز الدخول الخاص بهاتفك، تثبيت مرة أخرى، تثبيت مرة ثالثة، تضغط على تم ويرجع مباشرة إلى المتصفح وبعد ذلك إلى البرنامج تلقائيا. كما ترى أد بلوك إز الآن ستصبح باللون الأخضر ويتم تفعيل هذا. كما ترى اتصل بالفي بي إن في الأعلى، كم باك ليتر تو سي ذا ويك سمر، يعني قال لك ارجع مرة أخرى أو بعد أسبوع لترى الإعلانات التي تم حجبها. الآن الإعلانات قد تم حجبها بالكامل لجميع البرامج، لجميع يعني الإعلانات. إذا دخلت لأي برنامج لن تجد أي إعلان، إذا دخلت لأي تطبيق آخر كل التطبيقات التي كانت بها إعلانات لن تجدها، وإذا قمت بالسحب من الأعلى إلى الأسفل سترى الإعلانات التي تم حجبها تظهر لك هنا في مركز الإشعارات. شكرا على حسن متابعتكم، كان معكم محمد الصغير. رجاء إن أعجبتك هذه الحلقة تدخل علي بالنقر على زر اللايك والاشتراك في القناة. كذلك يوجد حلقات شبه يومية في كافة المجالات التقنية، وكذلك أخبار وتدوينات فقط على th3vw.com. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.